السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم في قناة مطبخ جميلة دراما مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم بغيت نشارك معكم بهذه الوصفة اللي عبارة عن كلاص عائلي اللي كيجي لذيذ ورائع وكيبرد في هذا الصيف. كتحتاجي شي حاجة اللي كتبغي تبردي بها وكتبغي تنوعي بها الأطباق ديالك وتبرعي وليداتك وتبرعي عائلتك. كنتمنى البنات تجربوه، راه كيجي رائع وأكثر من رائع. ودابا غادي نتلاقى معكم باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غنبداو بسم الله على بركة الله. بالنسبة لهذا الكلاص غنحضرو في الأول لوز كراميليزي. اللي غادي نحتاجو ليه كاس ديال اللوز العبار بكاس العنبة كما كتلاحظوا معايا، وكاس ديال السكر تهو بنفس العبار. غادي ندير هاد الكاس ديال السكر في المقلة وغادي نديرها فوق البوطة حتى تذوب ليا هاد السكر ويعود كراميل. عاد غنضيف معاه اللوز وهاد التومة. غتلاحظوا معايا أي حاجة، ها السكر عملته فوق البوطه كتكون مهيله ما كتجهديش البوطه باش ما يتحركش لك داك السكر ويذوب لك على خاطره ويعطيك واحد الكراميل زوين. دابا غنخلي هاد المقله فوق البوطه حتى يذوب ليا السكر. مني بدا يذوب ليا داك السكر هانتوما كتلاحظوا معايا انا ما حركت ما والو حتى نوريكم انه كيبدا يذوب غير بشويه. غادي دابا نعاونو بواحد المغيرف غنبدا نحرك فيه غير بشويه بشويه حتى يذوب ليا هاد السكر كامل. بحال هكا غنمشي على هاد المنوال حتى يذوب ليا هاد السكر، وهاديك الساعه غيعطينا كراميل وغادي نتلاقى معكم. بعد ما خليت السكر كيدوب دابا غندوز باش نوجد المول ديالي اللي غنعمل فيه هاد الكلاص. كنحاول ندهنو بالزبده كما كتلاحظوا معايا، وعاده غنبدا نعمل فيه السلوفان حتى نتوما غتتابعوا معايا اي حاجه وانا كنعملها. دابا غنبدا نعمل في السلوفان حيت الكلاص لا درتيه مباشره في المول غادي يلصق لك وما غاديش يعطيك واحد النتيجه زوينه. غادي نحاول نوريكم غير كيفاش غديروا السلوفان في المول. غنبدا لكم وانتم عارفين التتمه ديال كيفاش تمونطيو السلوفان في المول باش يعطيكم واحد النتيجه مزيانه كما قلت لكم. دابا غادي نحاول ندير هاد السلوفان على جويه كامله ديال المول، لا من الجوانب لا من التحت، وما نخليش التنيات باش ما يجيوش مصورين ليا في الكلاص. هانتوما غتتابعوا معايا وغادي نخليكم مع الصور. هالمول ديالنا هانتوما بعد ما قديتو بالسلوفان دابا غادي نتركو جانبا وغادي ندوزو باش نكملو اللوز الكراميليزي. هانتوما السكر بعد ما كتبقى يتحركي فيه كيبدا هذاك السكر كيبدا يذوب وكيعطينا هذا الكراميل كما كتلاحظوا معايا. هو باقي ما عطاناش الكراميل اللي باغين حنا، باقي السكر كما كتلاحظوا معايا باقي كتحسي به باقي ما دابش كله. كنخليه حتى كيذوب كامل وعاد غادي نضيف ليه اللوز. ها الكراميل صافي، ها هو واجد عندي. انا بغيت نحصل على هاد الشكل ديال الكراميل كما لاحظتوا معايا. ها نتوما هادي هي النتيجه اللي بغيت نحصل عليها. ودابا غنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الزبده كما لاحظتوا معايا، وغادي نحرك هاد العناصر بجوج حتى يتجانسوا ليا. بعد ما ضفت الزبده كتبقاي تحركي مزيان حتى تجانس لك هذيك الزبده مع داك الكراميل. ودابا غادي نضيف اللوز كما كتلاحظوا معايا وغادي نبدا نحرك مزيان حتى يعود هذاك اللوز كراميليزي ويعطينا واحد النتيجه مزيانه. انا غنوريكم في الاخر كي خاصو يعود هاد اللوز، وعاده غادي نحاولوا نكملوا الوصفه. ها هو اللوز ديالنا كما شفتو، ها هو دابا ولا كراميليزي. كتحسو بداك اللوز بحال تقلالك في داك الكراميل اللي درتيه فيه.
كتبقاي تحركي مزيان حتى كيتغير اللون ديال اللوز وكيتغير اللون ديال الكراميل. هانتوما شوفوا اللون كي كيولي بحال هذا الشكل. دابا صافي غنحيدو من فوق البوطه وغنديرو في واحد البلاطو دايره فيه بابي سولفيغيزي وغنخليه حتى يجمد ليا، وعاد غادي نتلاقى معكم باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. ها هو اللوز الكراميليزي، ها هو وجد عندنا بعد ما صافي خويته في البلاطو اللي قلت لكم من قبل ودرت لي بابي سولفيغيزي كما كتلاحظوا معايا. كدوز واحد المده وكيجمد، ها نتوما كي كيعود على هذا الشكل. صافي انا غادي نهرس هذا اللوز وغادي ناخذ منه واحد القطع بغيت نزين بها الكلاص ديالي، واللي بقى ليا غادي نطحنه وغادي نستعمله في الكلاص. ودابا غادي نخليكم مع الصور. بالنسبه للكلاص غادي نحتاجوا لي علبه ديال لا كريم شونتيي، كاس ديال العلبه نيدو، نص لتر ديال الحليب، جوج علب ديال الجبن بدون سكر، وزلافه ديال اللوز كراميليزي بعد ما طحنته عطاني زلافه، ها نتوما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للجبن انا استعملت نوع ديال بيرلي كيجي مناسب لهاد الوصفه. كناخذوا واحد البول كنعمل فيه الحليب وغادي نضيف العلبه ديال لا كريم شونتيي. بالنسبه للحليب انا كنديره في الثلاجه حتى برد ليا مزيان باش يعاوني في التضراب، وغادي نعمل حتى لا كريم شونتيي حتى هي. وغادي نضيف هذا الكاس ديال نيدو العبار بكاس العنبه كما قلت لكم. صافي هذه هي العناصر اللي عندي، غادي ندرب الكل مزيان. عاد غادي نضيف العلب ديال الجبن اللي انا حتى هما بردتهم في الثلاجه، وغادي غادي نتلاقى معكم بعد ما ندرب هاد العناصر وتجانس ليا مع بعضياتها. ها هي العناصر تجانست ليا، كتضربي مزيان هاد العناصر حتى كتحسي بها تجانست لك مزيان. ودابا غادي نضيف هادوك العلب ديال الجبن، ها نتوما انا حاول درتو في الثلاجه باش يعاونني في التضراب وتعطيني واحد النتيجه زوينه. كنضيف العلبه الاولى ونضيف حتى العلبه الثانيه، وغادي نحاول ندرب هاد العناصر حتى تجانس ليا مع بعضياتها.
ها هو الكلاص ديالنا، ها هو واجد. هانتوما النتيجه كتكون على هاد الشكل. كتحاولي كتضربيه مزيان حتى كتحصلي على واحد الكريمه اللي كتكون متجانسه مزيان. دابا غادي نضيف هذاك اللوز الكراميليزي اللي انا عملته معاكم قبيله، هو هذا كنضيفه غير بشويه بشويه، وغادي نضربوا الكل حتى نحس بالعناصر صافي جالست ليا مع بعضها. وهذيك الساعه غادي نتلاقى معاكم. غادي نجيب هذاك المول اللي انا وجدت، وغادي نعمل هاد الكلاص غادي نخوي فيه كامل. بالنسبه لهاد المول القطر ديالو 24 سنتيمتر، وهاد الكونتيتي كيجيني على قد هاد القياس ديال هاد المول. ها نتوما كتلاحظوا معايا، غادي نحاول نقاد الكلاص ديالي في المول باش يجيني مقاد. ها نتوما غادي نحاول نقاد كما قلت لكم الكلاص ديالي، وعاد غادي نتلاقى معكم وغادي نخليكم مع صور. ها هو الكلاص ديالنا، ها هو صافي وجد، قاديتو على على المول مزيان. دابا غادي نجيب السلوفان وغادي نحاول نغطيه كله بالسلوفان كما كتلاحظوا معايا. كندور عليه السلوفان كامل، وغادي نديرو في المجمد، ما ديريش في الثلاجه، كديريه في المجمد، وغادي نخليه ليله كامله، وعاد غادي نتلاقى معكم باش نشوفوا النتيجه ديال هذا الكلاص كي غيجي. ها هو الكلاص ديالنا بعد ما دازت ليله كامله. ها نتوما غادي نحاول نحيد لي السلوفان. ها نتوما كتلاحظوا معايا، صافي. وغادي نجيب طبق التقديم وغنحاول نقلب فيه هذاك الكلاص. هانتوما كتحاولوا ديروا اي حاجه، كتحاولوا ديروها بالمهل باش تجيكم النتيجه زوينه. ما تحاولوش تزربوا على شي حاجه باغين ديروها، ولا بد ديروا شي حاجه اللي مرتاحين فيها. خاصك ديريها بشويه بلاتي باش تعطيك نتيجه ممتازه. انت انا حيدت المول ديال الجنب، انا عملت هذاك المول اللي عاد الطراقه في الجنب، وغادي نحاول نحيد المول التحتاني. غادي نحاول غير بشويه باش ما تخسرش ليا الكلاص ديالي. صافي، ها هو دابا تحيد. ها نتوما شوفوا النتيجه ديال الكلاص كتجي زوينه ورائعه. ودابا غنبدا نزين فيه بهذاك اللوز الكراميليزي اللي خليت، حاولت دقدقته غير بشويه ديال بواحد شويه المدلك في واحد الميكا باش يبقى ليا مهروش ويبقى باين. ها نتوما غادي نحاول نزين هذا الكلاص ديالي. ثم باش ما بغيتو تزينوا زينوه، انا غنوريكم غير الشكل اللي زينت به انا. ها نتوما شوفوا الشكل ديال الكلاص اللي انا زينت. ثم باش ما بغيتو تزينوا الطريقه اللي بغيتو تزينوا بها زينوا بها، انا عطيتكم غير فكره ديال التزيين. دابا كنحاول نزينو بالكراميل، انا عندي صوبته كنديرو في الثلاجه الوقت اللي كانت عندي شي حلوه ولا شي كلاص ولا شي حاجه كنحاول نستعملو. هاد الكراميل راه فايت مني درتو في القناه، كدوبي كاس ديال السكر كتحاولي تيدوب وكتزيدي مع واحد المعلقه صغيره ديال الزبده حتى كتجانس لك هذيك الكراميل اللي دوتي مع ديك الزبيده، وعاد كتضيفي واحد الكاس ديال دانون مسوس وكتحركي مزيان وكيعطيكوا هذا الكراميل في هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. انا كنتمنى البنات يعجبكم هذا الكراميل،
وعجبكم حتى الكلاص اللي كيجي رائع وزوين، كنتمنى تجربوه وكنتمنى نكون في المستوى وفي العدل حسن الظن ديالكم. وما تنسوش ليا لايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم اي حاجة جديدة، وكنقول لكم بسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.